الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الاخ علاء الدين سبق الله سبحانه وتعالى من عليكم بواحد العمره وكانت من احد المحسنين اللهم لك الحمد وما اخطا الله احسان الله يكرمه الله يجعلنا من المحسنين امين يا رب العالمين. واش كيشتاق الاخ علاء الدين لشي عمره اخرى او لشي حجه او لشي واش جبر الشوق ديالو لديك شي؟ والله غادي ما مشيتش لذاك العمره يعني اولا وقبل كل شيء يعني بمالي او باهلي او بجاهي يعني مشيت هكا مشي طرف يعني من حولي وقوتي ولا حول ولا قوه لي يعني والله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وان الله وانا رجعون يعني مشيت انا بواحد الشوق واحد العشق واحد الجوارح واحد الصراعه مشيت بالدعاء مشيت بالبكاء الله بكى القلب دما ثم بكت العيون دموعا ثم سهرت الجوارح لياليها وهي ماذا اقول تدعو الله ليكون التعريف للغني وبالغني عن التعريف لكل من هو يفتقر اليه في حقيقه الله. انا مشيت اخي بمحبه الله وبعشقي والله يعلم ما في نيتي وما في سري وما يولد في صدري وقد بلغني ذاك المقام كما احببته واردته وهذا دليل من محبه الله عز وجل. الحمد لله الحمد لله على هذه النعمه. وتضامنوا معاك الناس كثار الحمد لله آه. انا ما تضامنش معاك حتى ديك الفهم ديال الضامن معايا انا ما كاعبين ما كاعبينش الكذوب والنفاق بالعكس والعكس صحيح انا مريت بواحد الامتحان الله انا مريت بواحد الامتحان ديك الامتحان علمني كثير والحمد لله رب العالمين الله يكثر خير هذا المحسن هذا اللي هو وهي للاسف الشديد انا ابن المغرب وابن بلاد العربيه وانا لا انعت احد لا اسب ولا امس انا اقول الحقيقه واقول الحقيقه اليوم لكي لا تندم عليها غدا واي غدا غدا لا مثيل له ولا نظر الا وهو بين يدي الله قائما غدا تشهد على حقيقته وكلنا شهود اخي العزيز والله خير الشاهدين. انا اخي العزيز كان حي الاخ اللي هو تركي ابو عامر الحبيب المخلص الاخ الكريم ورب قد تجد اخيك لم تجد امك في الحقيقه الله وامي وارضي ووطني ثم امي التي ولدتني ثم أم الكتاب الذي جمعني بأحباب الله عز وجل من قبل ومن بعد وفي كتاب من قبل قبل أن نقرأها عند رب العالمين في مقدر مقدور وقضاء مقضي بالقاضي الذي يقضي ويقضى عليه وهذا والله العظيم ليس فخرا إلا بالله عز وجل وعزة به والإيمان أراد العزة فإن عزة لله جميعا. أنا هذا السيد شكر الله له قبل كل شيء قبل أن أشكر له. جميل. ثم شكرا جزيلا كثيرا لهؤلاء الناس وهؤلاء النماذج التي هي حبات نادرة ولآلئون ماذا أقول براقة وأين تجدها يا أخي العزيز؟ أنا درست واحد الدراسة وقرأت هنا واحد الدراسة علمتني واحد الشيء اللي ما عمري زعما غادي ننساه وإلى الأبد ولن أنسى أبدا وربما لن أنسى أبدا هذه راه مرت واحد الروبورتاج بيني وبينك وتقنية قلت لك نستعد الكتابة واحد الكتاب إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله الظاهر جميل بقدرة العظيم وغادي يكون العنوان ديالو هو لن انسى ابدا يا اخي العزيز. وابدا راه ابدا ليس ابدا. ابدا محدود، اما ابدا فهو مخلود وبلا حدود. هذاك الرجل هذاك الحمد لله اللي زعما يا للمحال ويا للاسف الشديد. انا في هذا البلد هذا ما كاينش شي جهه تحركت جهتي. وانا الحمد لله ولله الحمد اللي ملا ربي قلبي بالرحمه وبالمحبه وخصوصا الوطن ديالي هذا بالضبط. ولأبنائه إلى أنني ما اقترف بخير الحمد لله كاين ناس يعتبرون ناس نتعامل على المتضرر وبأحسن ما يعودون عذرا ما كنسأل حتى شي واحد ما كنسأل حتى شي واحد سائل في الله اللهم اجعله مغفورا مكروما والله سبحانه وتعالى لبارك هذا والله يرسل وهو الذي يقضي وهو الذي يقدر لبارك هذا ورزق له رزق شي بشي وربي فوق كل شيء هو مشي ورزق عبدي في عبدي وهذا مسألة طبيعية في حياة الناس وذاك الرجل هذا اللي هو تركي يعني ابو عامر ذكره الله بخير وذكره في خير مما نذكره وبخير مما نذكره بحركه الله يعني اخي العزيز غادي نقول لك هو رجل تركي كيسكن في المانيا وقد يعني قد يعني غادي نقول لك بهذا القلب الطاهر يعني وتفضل بهذا الفضل وهو صاحب هذا الفضل بفضل الله عز وجل الذي هو صاحب الفضل العظيم وما تجلى منه في لخلقه بما يتجلى يعني واحد الامور زعما واحد السرائر طيبه واحد السخائر طيبه والله غادي ارجو الله دائما ابدا يقدرني في من رد عليه يعني في احسن الاحوال بالغالي والنفيس مني والله غادي ما اخلاص
ويا للاسف الشديد انك انت داخل هذا البلد مازال كيقول لك الا احتجتي شي حاجه انا موجود. انا من طبيعي راه كتهضر عنه. قلت له طول اخي شكرا دابا ما بغيتي تهضر انا قنعت وراه ما عمري تصبني غادي نقول لك راه ما كتحتاج شي حاجه. حيت حاجتي في الله يقضي عليها حيت انا عندي واحد المبدا اللي كيعرف شي واحد محتاج شي حاجه هو كيبادرو ما يتسناش غادي يجي لعندو ولا يتباهى به ولا يخلطو في ديك المقامات ديال الاختيار والطيخه هو يبادر بداك الخطوات تاع ربي يزكيها له ويعشر له في الميزان ويعشر له في المطار يا اخي العزيز وكيقوم بداك العمل وكيقوم به لله تعالى وبغير من او اداء او انا او عندي او معايا هذه حقيقه اللي كنعيش عليها حتى نموت حيت انا عاود نلقى انا اللي ما ينفخش من اللي ما ينفخش كثير ملي كنكون في الطريق وحاس وشعر القلب ديالي وجا واحد شي شخص سواء لا ارى احدا فوقي ارى من تحتي لان ما فوقي وفوقك الا الله عز وجل وهو تعالى عنا وعن امان الحسنه والسيئه ما جاتش فاش حقيقه الله ونحن دائما مقتنعين هذه الطريقه تسمى بانني كنشعر بشي واحد انا كنمشي مبطل بالخطى الله يزكي ويعشرها ويجعلك الموازين المقبوله عند الله تعالى امين امين يا رب حقيقه مطلقه دابا انت عندك شوق للعوده ان شاء الله والله العظيم هذيك ما كنكرهها شي وما كرهتها شي انما سعي في الله عز وجل سواء جات هكاك هدية من الله كما جاء الأولى يا رب وشوقي أن والله العظيم كل صلاة أدعو الله ولا أرجو من هذه الدنيا إلا حسن خاتمة إن شاء الله لا حرم لله وقد شهد الله عليه وملائكته والذي بعث محمدا بالحق أنني أدعو دعاء أقول يا رب لا تحرمنيش من حسن الخاتمة واجعل حسنة بيني وبينك وليستمع الكون فيما أسعى وراء يا ربي واجعله سعيا مبرورا مكروبا تعطيني شي موتى وأنا ساجد فوق جبل عرفة قدام غار حراء وعليه حرمني من هذا النظر هذا وعليه حرمني من نظره في وجهه ومن شوقي فيه وعشقي هذا ومحبتي وهي دليل بيني وبين ربي وهو الذي يعلم مداها ومكنونها وسرها ومفتاحه في يده الحمد لله رب العالمين امين. طيب اخي العزيز شكون هذاك يا اخي نقول لك ما غيكره هذا المقام هذا داك المنظور علمنا فيه خير زعما انسان غادي يقول لك طب الله السلام والعافيه وهذا بس السي العياشي كيفكر ان شاء الله يمشي وعليه حرام كل علاش ما تمشيوش مع بعضكم ان شاء الله لا قدر الله ممكن يعني شوف ربي شنو عنده قدر شنو كتب عنده والله الا قدر تمام ناضي مع قدر الله عز وجل انا يعني اذا جاب الله شي عمل مثلا راه كنصبوا مثلا دارك كيجي ربي شي عمل يا رب راه العظيم ما مركزش الا على التركيز هذا نكمل داك الوالده ان شاء الله شي حاجه كبيره ولا بلا شي حاجه فهمتي نختم له هذه العمره والى اخره هذا مما ممكن عند الله ما جابش الله يعني شي عمل وكذا راه ممكن ربي يجيبها باي طريقه باي طريق لان الله عز وجل هو اللي قدر الامور ديالو هو الذي يقدر لعباده هو الذي قدر لهم رزقهم وقدر احوالهم هو اللي عنده اسرارهم وحنا الله يجعل سيد ربي هذا القلب هذا الذي هو بين اصبعي يرحمه برحمته امين هذه من باب الرحمه من باب الشوق وانتم اخوتي لا يحرمكم وهذا هو خير ما هذا خير ما يشتاق له العبد ويعشقه ويحبه هذا الله والله يجعل سيد ربي ليحرم كل محب في هذا المقام الجميل وهذه الحقيقه يا سيدي اش غادي نقول لك باقى شي حاجه باقي الله لله باقي سولتيني جاوبتك كدابا انت مشتاق لعمره اخرى ولا حجه ليس بعد العمرة إلا الحجة والعمرة في النية هي حجة بذاتها إلا أن الإنسان والله من ذا الذي يشبع من ذاك المقام ومن ذاك الحمامة البيضاء على الأرض ومن ذاك العنكبوت ماذا أقول الذي ماذا أقول يا أخي سره عظيم 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 رغم ماذا أقول صغار جسده وقلة ماذا أقول بدنه وحقارة مدى من يحتقرون هذا الضعف في هذا الخلق وهو الله يحمل سرا عظيما وسر قوة الله في أضعاف خلقه من هذا يا أخي العزيز لا يشتاق لتلك الجوهرة وتلك البقعة الطاهرة على هذه الأرض تحت هذه السماء ولتلك النقطة ماذا أقول التي بها قد اتزنت حياة الناس وبها اتزنت الأرض وكيانها بطن مكة التي قد كف الله بها أيدي الناس عن أناس والله أعلم أخي عزيز ودنا تقبية العظيم لا أستعجب ولا أستغرب لأن لا أجاب ولا غرب في أمر الله وإن كان الآخر يقول شيء عجيب وأمر غريب في الحقيقة وجاء الإسلام غريب وسيعود غريب في الحقيقة صدقني أخي عزيز أنا العظيم ماذا أقول أخي كنتكلم باللساني وأنا كل أدر صغير والله العظيم كيدخلنيش غادي يقول لك الهيبة من ذاتي
وكنتهيم من الله عز وجل في الامور، لان انا كنتكلم بواحد الكلام كبير سبحان الله العظيم ما كانش كيروج عندي في الاسارير ديالي، وما قريتوش مثلا على الشيوخ ولا على المدارس ولا على الكتب هذا الميراث والتقنيه، الا انني اللسان ديالي كاين طاب بحال شي برنامج يعني سبحان الله العظيم، في برنامج هيدا فهمتي مرتب. ذلك الفضل من الله. سبحانك وهذا الفضل من الله، زادنا وزادكم الله من فضله، وخير الزادين وخير لباس التقوى. كما قيل في هذا الباب عن لسان الانبياء ورسل منهم المسيح عليه السلام. واني لا ادري ما علاقتي بهذا الرجل وحبي لهذه الدرجه، ولا يفرق الله بين احد من رسله، كما ان الله لا فرق بين العجم والعربي في امور، وهذا هو تساوي الله ومساواته في خلقه. هذا هو عبد الله سبحانه وخيره واحسانه. يعني سنقول لك يقول واحد الكلام كبير وجميل للغاية أخي العزيز، لو تأملته وساعة التأمل كما قلت لك دائما هي خير من ألف سنة إبل تضاهيها بالمساواة أو بالتسوية أو بالنتائج الخالصة في الأمور هذه بهذا المخلص المخلص الذي سماه الله بالمخلص والمخلص أنواه. خلص الله خلصكم من براثن النفس وهواها والدنيا وما فيها وما غر فيها وما غواها، ونرجو الله السلامة والعافية. فكيقول لقد أكلنا طعاما لن نجوع من بعده، وشربنا شرابا وسقينا ماء لن نظمأ ولن نعطش ببعده، ولقد لبسنا لباسا لا يتمزق ولا يتلطخ، ألا وهو خير زاد ولباس هو التقوى. يا أخي العزيز زادنا وزادكم الله من هذا الزاد الجميل. وألبسنا وألبسكم هذه الحلة وهي خير حلة في حياة الناس وحياة الخلق بالرمان. أمين. إوا هذا هو الاعتدال. وكنت باغي تسولني شي سؤال آخر فكر دبر ننتقلو ولا صافي الله يصبي قلتها ولا صبا قلتها شرب. أمين يا رب العالمين. حنا علاش كنمشيو لديك الأراضي المقدسة باش نغسلو الدات ديالنا. وهذه هي خير صفوة يا أخي العزيز. ونمسحو ذنوبنا. لأن الدنيا ماشي صهوة، الدنيا هفوة. ش رايك اخي علاء الدين في اللي كيعمر مثلا 20 عمره 30 مثلا ثلاثه الحجات هو هذا كيبقى الشوق وحنا ما غندخلوش معاه في مالو في حالو في حقيقه الله هي من الموجبات زعما الحقيقه الانسان يتهدى شي اكثر من سبعه يا اخي العزيز سبعه عمرات حجات او سبعه عمرات وهي عمره تحتسب فيها الامور وتحسب بحجه كامله ان شاء الله يعني قعدت انا كنضحك شطاطيك قالوا هذو سبعه الحجات خلف الله وخلف الباقي والعمره ذاك الباقيه اللي غيكملها هو 20 حجه او 30 حجه في الحقيقه والله هو الانسان راه لا يحج يا اخي العزيز عشان يتصدق على الاخرين او يهديها للاخرين او يعاون بها الاراضين والايتام وابناء السبيل المحرومين وهذاك راه هو الحج الانسان كيف يدير الحج باش يطهر الضمير ديالو وقلبو ونفسه ويشوف خلاصه من الامر والوصايا الالهيه والتعاليم الربانيه اللي كتحث على فعل الخير يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون وهذا كيكون له خير كبير وكثير اكثر من داك 20 حجه اللي غيضربها وربما وقيل ربما تنقص له في الميزان داك 20 حجه ولكن داك السبعه الى قدر الله ويبلغ ان شاء الله الى طهر الله والباقيه كمل في فعل الخيرات على هذه الارض لصارت له في الموازين العظمى اكثر مما يتوقع في عالم البلايا لان حنا في عالم البلايا المحدوده ما رحنا رايحين لعالم البلايا لا محدوده وهذه هي الحقيقه خلاص هذا الشيء اللي كاين ولا انت سالتي سولتيني شي سؤال وما عقلتش انا شكون تي باغي تقول بالضبط المهم هذا راه كافي وشافي والله يشافينا كاملين ويشافي الصدور ديالنا من الغل وخاصة للذين آمنوا ويرزقنا المحبة ديالو ويعطينا ذاك المقاس ديال الحظ العظيم عنده أمين 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 ذو حظ عظيم عنده بالصبر والتأني والحلم والعلم حتى مع أعدائك من الناس أو نحن والله لا نرى أنا في نفسي ونفسي والذي بيده نفسي أو لم نقلت أنا لا أرى أحدا عدوا لي بالنسبة لي لا أحمل عداوة في صدري إنما إذا كانت هناك أمورا فأمور مثلا الإنسان كيف العادة والخاء اللي يضمه بوهرة أن الزولة وكذا خرج بأمر رحيم واحد حسبي الله ما ينقطع عليه ويغلط عليه قلبه ويطول لسانه ويقصر خطواته أعوذ بالله من هؤلاء الثلاث طول اللسان وغليظ القلب وقصر الخطوات حنا بغي غنسق بيا حنا الناس كاملين عندنا واحد المستوى واحد سواء كان عجمي او عربي من هنا او من هنا من المغرب حتى الصين حتى الهند حتى المشرق المغربي عندنا الناس على واحد الحقيقه موحده كما وحدها الله وهذا هو دين الوحده هذا هو دين التوحيد الحمد لله وقد اختلينا واستانسنا برحمه رب العالمين
كفينا واكتفينا بإيماننا، وهذا ما قد يكفينا إن شاء الله. كفانا وكفاكم الله شرور النفس أولى. والسلام عليكم ورحمة الله، بالصلاة والسلام دائما لا تنسى هذه الحقيقة، والسلام تسليما على حبيبنا هذا الطبيب الذي جعله الله بقلوبنا، ماذا أقول، دواء وشفاء ورفعة. والله العظيم غادي نقول لك هذا هو اللي سمعت من عندي، والصلاة والسلام والسلام السلام ولا يدوم إلا السلام. الله يكرمك، طيب الجميع، إلى اللقاء إن شاء الله، مع السلامة.